وري الثرى اليوم بمقبرة بوسقلول ببلدية عين طايل الفقيد الراحل مطرب الفن الشعبي المشهور عزيز الزرايس، والذي وفته المنية أمس عن عمر ناهز 68 عاما. وبهذا المصاب الجلل تقدمت وزيرة الثقافة والفنون سوريا مولوجي بتعازيها الخالصة لعائلة الفقيد وأصدقائه وإلى كافة الأسرة الفنية، مشيدة بالمسار الفني للراحل والبصمة التي تركها في الفن الشعبي الجزائري. إن لله وإن إليه راجعون.